السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله اليوم غنقدم لكم واحد اللقيمات بالجبن. نبداو على بركة الله بالمقادير. عندنا هنايا جوج معلقات ديال زيت المائدة، عندنا هنايا جوج معلقات كبار ديال نيدو، عندنا هنايا جوج معلقات ديال سنيدة، عندنا هنايا واحد الياغورت زبادي بدون سكر، عندنا هنايا الجبن. بالنسبه للجبن ديروا اي حاجه، يمكن لكم ديروا فرماج مثلث مربع، انا غير ما بقاش ليا وحكيت الفرماج باش نديروا فيه لداخل. وعندنا هنايا معلقه ديال الملحه على حسب الذوق، الملحه على حسب الذوق، معلقه مع مراش. وعندنا هنا معلقه ديال الخميره الفوريه، وواحد الكيس واحد ديال الخميره ديال الحلويات، وجوج كيسان ديال الدقيق الابيض يكون من النوع الجيد. وعندي هنايا نيسلي انا دايره في هذيك القرعه، وعندنا هنايا شويه ديال الخل وشويه ديال المدافي. ان شاء الله نبداو على بركه الله بتحضير هاد اللقيمات ديالنا. ان شاء الله نبداو بتحضير هاد المقادير. كنلوحو هنايا كنرميو هاد المعلقه ديال الخميره الفوريه، كنضيفو عليها شويه ديال الماء غير باش تذوب لينا دافي، شويه ديال المدافي. هي كندوبوها هكا شويه بداك الماء، كنرميو هذيك الملحه اللي عندنا القياس اللي بغينا، كنديرو سنيده يعني نديرو داك الزيت جوج معلقات كما ذكرت لكم، والزبادي تقريبا ثلاثه معلقات كبار ولا دانون على حسب داكشي اللي بغيتي انت ديري. وعندنا هنايا دقيق غادي نخلط هذا الشيء، كنرميو هذا الكاس ديال الدقيق هكا الفوق باش نلف معاه الخميره ديال الكيس ديال الخميره ديال الحلويات. كنديروا معاه هذاك نيدو بودر اللي ما عندوش ماشي مشكل ما يديروش، ولكن راه كيجي فيه رائع. كنزيدوا داك الكاس الثاني ديال الدقيق، جوج كيسان تقريبا ديال العنبه، انا عندي هادو بالقياس ديال العنبه جوج كيسان، كنخلطوا من الاحسن تخلطي بيديك، كنخلطوا هذا الشيء. الماء غادي نزيدوه بالقياس غير بشويه بشويه، حيت ما خاصهاش تكون جاريه بزاف وما خاصهاش تكون قاصحه بزاف، الماء على حسب الدقيق اللي عندكم. غنزيد هنايا شويه ديال الماء، غادي نخليوها من بعد تخمر. نغطيوها غير شويه، راه كيجيو زوينين ومقرمشين بزاف. انا بعض المرات كنصايبهم وما كنخلي الخميره حتى كندير غير الخميره ديال الحلويات، ما كنديرش الخميره الفوريه، وكندير هاد العجينه في السوبيره كتبقى عندي في الثلاجه الوقت اللي بغيت نديرهم كنديرهم هكا، كديك العجينه تبقى عندك ديك يومين هكا حتى ثلاث ايام، تعاود تتهزي وتتكوري وتتكوريهم وتديري فيهم الجبن وتتقلي، كيجيو غزالين. نزيد ليها شويه ديال الماء باش ما يجيوش باش يجيو مقرمشين من الداخل. كاينين لقيمات اخرين دوك السوائل اللي كيداروا بالمعلقه، ولكن انا كيعجبوني هادو، من بعد ان شاء الله ندير لكم دوك اللقيمات الاخرين. واخا يجيو هكا جاريين
ملي تبغيو تكوروهم راه كديروا في يديكم غير شويه ديال الزيت وكتبقاو تكوروا تشوفوا ان شاء الله غادي تشوفوا الطريقه بين ما خمروا. وانا هاد اللقيمات ديالي كنزيد فيهم واحد القطيره ديال الخل تقريبا واحد المعلقه صغيره هكا كيعجبني فيهم المذاق ديال الخل. كاين اللي كيديروا كاين اللي ما كيديروش. انا هذه بالنسبه لي انا شخصيا كنديرها كيعطي فيهم واحد البنه بحال ديال الشفنج المغربي مع كيكونوا عامرين بالجبن من الداخل كيجيو زوينين. غادي نغطيوها ان شاء الله. انا درت هنا غير كميه قليله واللي بغى يدير كميه اكثر يضاعف المقادير. ولكن راه تيخرجوا تقريبا هذه راه غادي تخرج لينا طبيسيل كبير. غادي نسدو عليها هنايا باش تخمر ونخليوها حتى تختمر لينا نص ساعه ساعه باش ما خمرات باش ما مزيان. ان شاء الله نخليوها تخمر ونتلاقاو من بعد ان شاء الله باش نكملوا الوصفه ان شاء الله. اخواتي من بعد ما خلينا هذه تخمر ها هي ضعف لينا الحجم ديالها غنحاولوا نخرجوا منها البرد بهذه الطريقه هذه نحيدو داك البرد اللي تنفخ فيها. بحال كتعاودو تجمعوها من التحت باش يحيد فيها داك البرد. هنا كناخدو حيت العجينه كتولي رخوه بزاف هنايا كناخدو شويه ديال الزيت عاديه زيت المائده كديرها شويه في يديك هكايا باش تقدري تكوري هذيك الكويرات وتتكوري هكا صافي. كتديري كديري غير شويه هكا وكنديرو فيها شويه ديال الجبن وكنديرو الجبن هكا كنجمعوه. هو راه حسب المثلث ولا المربع كيجي زوين. انا غير ساله ليا باقي ما تقديتش ان شاء الله صافي. وانا نحك هاد هاد الفرماج وبغيت نوجدو لراجلي ان شاء الله ملي يجي. هاد الطاوة هادي باش ما تلصقش لينا ديريه فشي طبيسيل ولا اي حاجه دهني بشويه غير بشويه بالزيت باش ما يلصقوش لك صافي. وحطيهم هكا. نعاود معكم واحده اخرى كتكوروا غير هكا شويه الزيت راه غير شويه اللي ديروا فيه يديكم راه طبعه العجينه ومطلوقه كديروا شويه هكايا. يمكن لكم ديروا حتى الشكلاط اللي كان عندكم الدراري كيبغيو الشكلاط ولا شي حاجه يمكن لكم ديروا حتى الشكلاط. انا تيعجبني هكا بالجبن ملي كطيب كنرمي عليها هذا ملي كطيب كنرمي عليها عاد بلا مشطه من قبيله وهي السميه ديالته كتمشي ليا. ملي كطيب كنرمي عليها نيسلي غيثبتنا على الشهاده والخاتمه يا ربي هكا. بلا ما نطول عليكم غادي نزيد معكم واحده اخرى. لا ساهل كتهزي هكا شويه مرة دغيا تيوجدو بحال مثلا غيجيو عندك ضياف هكا في العشيه ولا شي حاجه صايبي العجينه ملي خليها سدي عليها فشي توبيره وخليها تخمر ومني اي دخلوا الضياف دغيا كوري وخليهم هكا وهما راه دغيا تيتقلاو بسرعه بسرعه هما تيتقلاو مع فيهم السكر وفيهم هذه. باش ما نطولش عليكم نكمل ان شاء الله التكوار كامل ونكملوا ان شاء الله الباقي. اخواتي من بعد ما كورت هذوك الكويرات انا راه ما درتش كلشي درت غير شويه والمباقي راه درتو في سوبيره درتو في سوبيره ودرتو في الثلاجه. بقى ليا هنايا شويه بقى ليا هنايا شويه راه درتو في هاد السوبيره وغنديرو في الثلاجه حتى الغدا ونستعملو ان شاء الله. المهم هنايا راه سبق لينا درنا الزيت كتسخن ما تكون سخونه بزاف كنهزو هكا الكويره بسم الله كنحطو دغيا تطيب دغيا تيطيب بسرعه وانا حيت كورتهم وكنتسنى راجلي حتى يجي عاد باش نديرهم. اما هما راه تكمليهم في التكوار وديريهم يطيبوا انا بقيت كنتسنى باش ياكلهم هكاك سخان. راه كورتهم وخليتهم كي بلاتي لما قرب يجيو عاد بغيت نديرهم
راه كيجيو غزالين ومقرمشين، تاكلوهم بالصحه والراحه، ونقصوا عليهم العافيه. والزيت ما تقلوهاش، حاولوا تكثروها وديروهم هكا فشي مقيله هكا مجموعه، ولا فشي في داكشي اللي كتقليو فيه شيرا بسرعه بسرعه تيتحمروا بسرعه. شوف كيزيدو يتنفخوا هكا، حاولوا تقلبوهم غير بشويه هكايا. راه زوينين تيجيو وساهلين، بحال هكا كانوا غيجيو عندكم الناس ولا شي حاجه، وجديهم صايبيهم وعدم وكوريهم وقليهم. حتى الا بغيتي تكوريهم غير دهني لاطا مزيان وغطيهم، وملي تبغي ديري راه واخا تهزيهم هكا لاصقين شويه تتلوحيهم صافي، راه تيتنفخوا تيرجعوا للشكل ديالهم. راه كيجيو زوينين. تسموهم باش ما بغيتو، يمكن لك ديري ليهم حتى هذا، يمكن لك ديري ليهم حتى سميتو العسل، اولا ديري سنيده وشويه د الحامض، ديريهم في مع شويه د الماء وتخليهم بحال كديري ديك الشيره ديالتهم، وتسقيهم ما حدهم باقي سخان. انا تيعجبنيش ندير ليهم العسل وداك الشيء، كيعجبني نلوح عليهم نسلي من الفوق باش كنتنسم هذاك الجبن اللي كاين وسط منهم. انا العافيه ما بغيتش ندير عليهم بزاف، هما راه جهدت عليهم العافيه راه بسرعه تيطيبوا لك، انا بغيتهم يطيبوا هنايا على خاطرهم، ما بغيتش نجهد عليهم العافيه. انت تبقاي تقلبي هكا بشويه العافيه، انا راه دايرها مهيله باش ما نطولش عليكم، غنزيد فيها شويه ونرد البال. تبدي معهم البال راه دغيا دغيا هما تيديرو، هاكا نديريهم هاكا باش يتسقطرو شويه الزيت، هما راه مكتجيش فيهم كاع داخلة الزيت هاكايا، هي تسقطرات كنديرها في هاد الشبيكة صفايا. كيجيو خامرين وزوينين مفشفشين بحال الشكل ديال البنين، وهما معمرين هكا من الداخل. ها كيجيو على هاد الشكل هذا ناشفين ومقرمشين، نحطوهم هكا بسرعة تيطيبو. تقلبي هكا ولي بان داك طابت تهزي هاد الحياة فوق هاي فوق الشبكة لي تقطر شوية بهاد الطريقة هادي، بسرعة هما تيوجدو مياخدوش الوقت بزاف، غير خليهم هما باش ما خليتيهم يخمرو باش ما كيجيو زوينين مفشفشين ومقرمشين من الداخل. هما كيبغيو يتكالو، هادو على فكرة كيبغيو يتكالو سخان، ملي كيبردو داكشي صافي ما كيبقاوش زوينين كيف ما يلاه تقلاو. كيجيو غزالين، كيجيو على هاد الشكل هذا باش ما نطولش عليكم، غنكمل غير هاد المقيله ديالي ان شاء الله، ونتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي. وهذا هو الشكل النهائي ديال اللقيمات ديالنا، رشيت عليهم نسلي من الفوق، تاكلوهم ان شاء الله مع شي بريري ديال اتاي بالصحه والسلامه. ما تنساوش الاشتراك في القناة ديالي وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.